متتبعي قناة الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بمناسبة عيد المسيرة الخضراء المظفرة، نظمت جمعية الرحمة والأمل أوروبا حفل ختان فائدة الأطفال مدينة عين بني مطهر. حضر هذا الاحتفال السلطات المحلية، منتخبون بعض ساكنات مدينة عين بني مطهر، أولياء الأطفال المستفيدون من هذا الختان. نتمنى ان شاء الله لهذه الجمعيه التوفيق والنجاح، وكنشكرهم بزاف على هذه المبادره الطيبه اللي قاموا بها، ونخليكم الاخوان مع الحفل. شكرا للجميع.